السلام عليكم، الصوت مسموع بارك الله بكم. مقدمة بسيطة لو سمحت أيها الأدمن، بالنسبة لأسد أو بالنسبة للدكتور دمشقية، بالنسبة للمعتصم هو ليس شيخا لي، وأعرف وأنا اسمي معروف بأني محمود منصور، كما طلبت مني أن أعرف عن اسمي، وأنا في 45 من العمر تقريبا، ودرست على الشيخ عبد الله بن الصديق وعلى الشيخ عبد العزيز بن الصديق في أواخر الثمانينات وأوائل التسعينيات. أما بالنسبة للفوقية التي تذكرها، أنا سأتحدث معك في موضوع آخر أبين فيه حقيقة الأشاعرة وأنهم أهل حق كما هو معلوم بالدليل من كتب الأشاعرة ومن كتب ابن تيمية وابن القيم. أما بالنسبة لموضوع الفوقية فأقول، هذا الكلام تكلم فيه أبو العباس أحمد بن تيمية الحافظ في كتابه بيان تلبيس الجهمية وفي درء تعارض العقل والنقل وفي كتب كثيرة. فيه يقول في أكثر من 6 مواضع دكتور دمشقية، منها صحيفة 547 في الجزء الأول. أنا أعتذر دكتور محمود، أنا آسف جدا على النقطة، لكن حتى يعني يفهم الأخوة ما المراد، هل هي مداخلة أم بداية حوار أم استعداد للحوار، استعداد لتكملة المناظرة؟ يعني يا ريت تبين قبل هذه المداخلة الطويلة التي لا تمت في الموضوع بسهولة. ممكن يا دكتور داني؟ بل هي مناظرة؟ لا، هو يكتب. نعم تفضل، يعني أرجو أنك ما تتكلم في أي موضوع حتى نبدأ إن شاء الله، حتى نبدأ. تفضل. نعم، أنا في الأصل طلبت من المعتصم أن أحاور دمشقية أنا بنفسي، ولكن حصل ما حصل. بالنسبة لجواب الدكتور دمشقية، أنا أريد محاورته بأصل كبير وعظيم من أصول الأشاعرة، والوهابية يحرمونه ويضللون من اعتقده ويجهمونه ويعتبرونه من أهل البدع والضلال ومن أهل الجهمية. أنا أريد أن أحاوره بأصل كبير من أصول الأشاعرة، حتى من كلام أهل السنة من السلف الصالح. طبعا بطريقة النقل أنا سأتكلم، ولن أتكلم على أسلوب على طريقة نقل العقلية أو الأدلة العقلية، لا، بل سأتكلم بالطريقة النقلية من السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم، وممن هو مشهود لهم بالحفظ من كتاب الحافظ شمس الدين الذهبي ومن غيره كابن كثير وغيره. بالنسبة للجواب العاجل لك يا دكتور دمشقية عن ما سألت، أقول لك أن ابن تيمية أكثر من الكلام في هذا الموضوع، ومنه إن كان عندك هذا الكتاب بيان تلبيس الجهمية، يقول: أما الأول فهو قول من يقول هو فوق العرش وليس له حد ولا مقدار ولا هو جسم، كما يقول ذلك كثير من الصفاتية من الكلابية أئمة الأشعرية وقدمائهم ومن وافقهم من الفقهاء والطوائف الأربعة وغيرهم وأهل الحديث والصوفية وغير هؤلاء، وهم أمم لا يحصيهم إلا الله. هذا الكلام ذكره في كثير من مواضع هذا الكتاب يا دكتور دمشقية في بيان تلبيس الجهمية. السلام عليكم دكتور، يعني كلامي كان واضح، هل تريد الآن تبدأ مباشرة أم تريد أن تحدد الموضوع؟ يعني لابد من حتى يعني تكون مناظرة الآن تبدأ. طيب إيش الموضوع؟ على نفس الموضوع الذي تكلم فيه المعتصم، أنا أعطي الشيخ الدمشقية حتى نرتب الموضوع على نفس الموضوع الذي انتهى فيه المعتصم. طيب حتى الأخوة يعني ما ينقطع حبل الأفكار، يكونون يعني واضحين في مسألة الحوار ويفهمون ايش الموضوع. اتمنى من الاخوة
تنقيط الغرفة عدا المشايخ واللي يحسبون الوقت. بارك الله فيكم، بارك الله فيكم. تفضل شيخ دمشقي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hello. Salam. Brother, I'm so sorry now. I have a lecture right now. Please kindly call me after 30 minutes or 1 hour for maximum, please. Thank you very much, brother. Alaykum as-salam. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hadrat al-Ustad al-Fadil, هل تريد أن نقول بعد سرد بعد سردي لائحة من أسماء مشايخك لا تجيب على السؤال هل تعتقد أن الله على عرشه فوق خلقه؟ شو بدنا ابن تيمية يا شيخ أستاذك الآن أو تقول ليس بأستاذك ماشي الحال. المعتصم نفسه قال دعك من ابن تيمية، دعك من الغزالي، دعك من ابن عربي، أنا أسألك سؤالا بسيطا. بارك الله فيك ويبدو لي أنك رجل محترم ونحن يعني نكن لك الاحترام والمودة. بارك الله فيك. نقول أرجو الإجابة على السؤال، هذا سؤال متعلق بالعقيدة. الناس الآن يحتاجون إلى معرفة الحق. هل تعتقد أنت ومشايخك الذين ذكرتهم هل تعتقدون أن الله على عرشه فوق خلقه ولا لا؟ بارك الله فيك. لا أنا ما يهمني، لا لا، هذا الآن يتطلب منا مناظرة أخرى حول ابن تيمية. أنا مكانني ليس على ابن تيمية، أنا عندي ما يزيد على 200-300 شخص الآن يريدون أن يعرفوا هل الأشاعرة يعتقدون أن الله على عرشه فوق خلقه ولا لا؟ فإن أردت أن تجيب فأهلا وسهلا بي. إن ترى أن هذه الإجابة يعني لا يمكن أن تجيب الآن، نقول لك بارك الله فيك أيضا، تريد نعطيك أسبوع، أسبوعين، شهر، تحضر مادة في هذا، تأتينا أولا التأصيل ثم التمثيل. أولا التأصيل، هل تقبل بهذه العقيدة؟ هل تقبل أن الله فوق عرشه، فوق سماواته، فوق خلقه كما قال السلف بذلك، كما نطق به الكتاب والسنة؟ وهذا قول البيهقي، كما نطق بذلك الكتاب والسنة. تقبل بذلك ولا ما تقبل؟ بالمناسبة في الأخ أسد يقول هناك يعني مداخلة مهمة جدا جدا، فأنا الله يحفظك يا أخ داني. يا أخي أنت إذا كان عندك موضوع آخر إذا هذا يتطلب مناظرة أخرى أو حوار آخر، أهلا وسهلا بك، ما عندنا مانع. لكن الآن يجاب على السؤال الذي خرج لأجله المعتصم. نحن نتهم المعتصم بأنه خرج من الغرفة لأن هذا السؤال حقيقة أعتقد يعني كان مقتلا له. فأرجو منك بارك الله فيك إما أن تكمل نيابة عنه وإما أن نرى واحد آخر يكمل عن المعتصم وتكون لك مداخلة أخرى في وقت آخر، نقول أهلا وسهلا بك وعلى الرأس والعين. بارك الله فيك. ما يمنعك؟ يمنعني أنك لا تجيب عن السؤال يا أخي. يا أخي السؤال واضح، إذا أعطيناك المايك مرتين أعطيناك المايك وتتكلم عن ابن تيمية. يا أخي الناس يريدون أن يعرفوا هل الذين ذكرتهم من المشايخ والعلماء يعتقدون أن الله على عرشه فوق سماواته فوق خلقه ولا لا؟ قل نعم ولا لا، قل نعم أو لا. بارك الله فيك. نعم أريد أن تبين، بس دعني بارك الله فيك نعطي المجال للأخ أسد يقول في شيء ضروري جدا جدا الآن، فاسمح لي بارك الله فيك أعطيه المايك يبين لنا ماذا عنده عن إذنك. بارك الله فيك، تفضل يا أخ أسد، مايك معك. طيب خلي الأخ داني يتكلم حتى يكتب لي الأخ أسد على الخاص أنه جاهز حتى لا نضيع الوقت. في واحد اسمه ريسايكل مان، هو قال لي انه ما في مشكله، هو قال الاخ ريسايكل مان الان رافع يده. طيب خلي بارك الله فيكم الاخ ريسايكل مان هو رافع يده الان، ارفعه من نقطه خليه يتكلم ويتكلم بعده الاخ داني. بارك الله فيكم، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في صوت إخوان، بارك الله فيكم. طب إخواني دقيقتين فقط، عندي تسجيل للمعتصم،
يبين رأيه في عبد الله هر العبد الحبشي وما يكن له من احترام وتقدير وما إلى ذلك. إن شاء الله نسمع التسجيل إن شاء الله. مذهب الإمام الشافعي وأحيط تعيما، أحيط تعيما، هذا اعتقادي في الرجل، أن الرجل الهرمي يتقن 38 مذهبا لأهل السنة ويستطيع تقريرها بأدلتها. فلما زد هذا الرجل في الأمة وبين لي كثير فسار قولهم، تضايق هذا الكثير وراح يشهر بالرجل. لو أنصفوا لجلسوا بين يديه وتعلموا. سألت مخالفا له، قلت ماذا تقول في هذا الرجل؟ وكان من كبار المخالفين له. قال أقول هو العبد الصالح الذي علينا أن نمشي بين يديه وأن نتلقى منه. قلت فلماذا لا تفعل؟ قال هل يأذنون لي بالدخول؟ هل يأذنون بالدخول؟ إن كان هؤلاء بفساد تقديرهم للمصلحة لم يأذنوا له بالدخول، ليس معناه أن الشيخ من هو لم يأذن له بالدخول. أخي الحبيب، اتقوا الله في خلق الله، اتقوا الله في خلق الله. فوالله هؤلاء المعترضون على الهرج لا يصلح واحد منهم أن يسكب ماء على يديه. الرجل بلغ 104 سنوات ولا زال حافظا متمكنا مجيبا. لو أن كتب الحديث فقدت لأعاد كتابتها ثانية. يعني ما هذا القول؟ ما هذا القول؟ علينا أن نقدر الناس بقدرهم وأن ننزل الناس منازلهم. أما في المعتقد، أما في المعتقد فأقول لك أمرا، نحن أقول لك أنا الأشاعرة كما غيرهم هناك خلافات بينهم في مسائل في الفروع وفي فروع الفروع، هذا لا يضيرهم. وقد علم النبي صلى الله عليه وسلم أن خلاف الأمة رحمة إن كان الخلاف لا يعد أن يكون توحيدا. أما إذا تعدى الخلاف التوحيد فذاك هو المحظور. بين وبين الماتريدية كثير من الخلاف في فروع وفي فروع الفروع، ولكن هذا الخلاف لا يفسد للود قضية. ها هنا نقول هذا خلاف لا يفسد للود قضية، أما الخلاف العقدي فهو مع أولئك المشبهة المجسمة. تعالوا ربهم كخلقه جسما طيب يا اخوان بارك الله فيكم، انا عندي المايك بعلق بارك الله فيكم، عندي مزيد من التسجيل ولكن سمعتم راي المعتصم، سمعتم راي المعتصم في عبد الله هر العبد الحبشي بكل ما لدى عبد الله هر العبد الحبشي من ضلال وانحرافات، وسمعتم كيف يلتقي الفاسد مع الفاسد. ما شاء الله المايك في يا اخوان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا ما ذكره عن الحبشي من أنه حافظ وأنه محدث، لكن ما ننسى أن الحبشي هو الذي زعم، كذب على الله وزعم أن الله قال للملائكة اسكتوا اسكتوا يا ملائكة اسكتوا، وأن الله أمر جبريل أن يوزع الشراب على المعازيم في كتابه المولد الشريف. الله أمر جبريل أن يوزع كأس الشراب على المعازيم بمناسبة مولد النبي صلى الله عليه وسلم،
بمناسبة مولد النبي، الله احتفل بعيد المولد النبوي وأمر توزيع الشراب على المعازيم كما في كتابه المولد الشريف. نعم. وفي موقع أنتي حبشيز وضعت صورة عن هذا الكتاب وأين قال ذلك، وهو الذي يعني هذا الذي سمعناه الآن من المعتصم يلزمه بأنه على مذهب الأنداديين. وأنا أؤكد على الإخوة الذين يسمون بالوهابيين أن ينشروا هذا اللفظ لمن يعتقد بأنه يجوز دعاء مخلوق بظهر الغيب وطلب الحاجة منه، فهو أندادي، فهو أندادي. أي نعم. وأداء الزكاة عنده جائز غير واجب. ليش؟ لأن الزكاة الواجبة في النقدين، لكن هذا الورق الآن ليس لا زكاة عليه عند أقوال بعض العلماء، فلا ينكر على من لا يدفع الزكاة في العملة الورقية، لكن يجوز أخذ الربا، يجوز لا يلزم دفع الزكاة لكن يجوز أخذ الربا، يجوز القمار، وأجاز خروج المرأة متطيبة معطرة متزينة. أي نعم. لكن عليها أن تصلح النية إذا خرجت، ما تخرج من أجل تغري الشباب، لا، عليها أن تخلص، عليها أن تصلح النية، تخرج متزينة متعطرة مش من شان شو اسمه تغري الناس، لا، تريد بذلك وجه الله. أي نعم. فهذه عقيدة هذا الرجل، وعنده كثير من العقائد الفاسدة. على كل حال نعود إلى حضرة المكرم الداني فنقول له: إن أردت أن تجيب على هذا السؤال أجب عنه، والجواب سهل، ولا يتطلب أن يطول الوقت بيننا وبينك، وإلا ألزمناك بأنك للأسف الشديد معطل، لأن عقيدة أن الله استوى على عرشه فوق خلقه هذه عقيدة السلف الصالح، أو قل أن هذه ليست عقيدتي، أنا لا أعتقد ذلك، فقط حتى لا يقال، يعني حتى لا يقال أن المعتصم ومن يدين بدين المعتصم بمذهب المعتصم، حتى لا يقال أنني أكفره، مع أننا لا ننسى يا إخوان أن المعتصم كفرني، المعتصم كفرني، حكم بكفري، مش بس قال عني حمار، حكم بكفري، والنص موجود عندنا. هذا حمار يا رجل، حمار أطلق صراعه من إصطبل للجواب، هذا حمار أطلق صراعه من إصطبل للجواب. إن شئت أن أسمعك، إن شئت، نعم نعم هو حمار، نعم هو حمار لا يدري ما يقول، بل له ذنب خفي، بل له ذنب خفي، طال ثم طال ثم طال، لا يدري. فأرجو أن لا يكون هذا يعني حيدة منك، أرجو أن تأخذ المايك وتجيب، هل تعتقد بأن الله على عرشه فوق خلقه ولا لا؟ تفضل المايك معك. سأكلمك، أعطيني فقط مهلة بسيطة حتى لا أنقط من طريقي، من طريق الآدمين دكتور دمشقية، وهو أن هذا الكلام الذي تذكره لا تزيده قربا من العرش ولا بعدا من الأرض. أقول لك الجواب مختصر، إن كان عندك كتاب طبقات الحنابلة للقاضي أبي الحسين محمد بن محمد الحسين بن أبي يعلى الحنبلي من أهل القرن السادس هجري، الجزء الثاني دار الكتب العلمية، إن كان عندك هذا الجواب مختصر سأقوله لك من عقيدة الإمام أحمد بن حنبل قبل وفاته بيومين، وهو وكان يقول في معنى الاستواء هو العلو والارتفاع، ولم يزل الله تعالى عاليا رفيعا قبل أن يخلق عرشه، فهو فوق كل شيء والعالي على كل شيء، وإنما خص الله العرش لمعنى فيه مخالف لسائر الأشياء، والعرش أفضل الأشياء وأرفعها، فامتدح الله نفسه بأنه على العرش استوى، أي عليه على، ولا يجوز أن يقال استوى بمماسة ولا بملاقات
تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، والله تعالى لم يلحقه تغير ولا تبدل، ولا يلحقه الحدود قبل خلق العرش ولا بعد خلق العرش. وأظن هذا الجواب جوابا شافيا كافيا، بأن الله لم يتبدل ولم يتغير ولم يلحقه الحدود، والعرش محدود قبل خلق العرش ولا بعد خلق العرش. هذا جواب الإمام أحمد بن حنبل كما في طبقات الحنابلة لابن أبي القاضي أبي يعلى الحنبلي. هذا جواب مختصر وفيه ما يكفي من الرد، لم يلحقه تغير ولا تبدل ولا يلحقه الحدود قبل خلق العرش ولا بعد خلق العرش. هذا جواب واضح. مناظرتي معك في أصل كبير وهو مسألة التأويل والتفويض. إن كنت تظن بنفسك أنك على الحق فلنبدأ إذن حوارنا دكتور دمشقية وأمام الحاضرين، فليبان الحق معي أم معك. هل أنت جاهز؟ ثم إن كان الآدمر يسمع أبين موضعين أنت قد دلست فيهم على المعتصم، وهو موضوع كان الله ولم يكن شيء قبله أو غيره أو بعده، هذا الحديث الذي هو في صحيح البخاري والذي ذكره ابن تيمية في درء تعارض العقل مع النقل، حيث ذكر في هذا الكتاب هذه الروايات الثلاث وقدم رواية قبله في الحديث، مع أن الحديث كله في البخاري والبخاري عندكم مقطوع بصحته، فكيف ضعف الروايتين وأثبت رواية قبله وحيث قال مع أن القصة متحدة واحدة؟ وفي كتاب بيان تلبيس الجهمية يذكر ويثبت بأن الله تعالى كان ولم يكن شيء معه. بما تجيب يا دمشقية في هذا التوارد وبهذا الكلام الذي ذكرته؟ هل عندك إجابة فيما قلت؟ ألاقط لك حتى أبدأ حواري. إن شئت أعيد ما قلت. ابن تيمية في بيان تلبيس الجهمية هناك يذكر ويؤول حديث الترمذي وأبي داود وغيرهما بأن الله تعالى كان ولم يكن شيء معه، وفي درء تعارض العقل والنقل قدم رواية قبله وضعف الرواية وضعف الروايتين اللتين. دكتور داني يعني ما نبي الموضوع. الصوت واضح؟ الصوت واضح؟ الصوت واضح ها؟ دكتور داني. طيب الشيخ الدمشقي انت جاهز الان؟ الامر ترى فيه يعني في ساعة، يعني اذا كنت جاهز الان بتأجلها الامر كيفك يعني. طيب حتى نحدد الوقت الشيخ ان شاء الله اعطيك المايك، حتى نحدد الوقت ونبدأ الان وينقط الاخوة وخلاص ينتهي الموضوع نبدأ الان. اما يعني مداخلات بالطريقة هذه لا نعرف وقت، وممكن يظلم احدهم بالوقت، فيريد تبين لنا يا شيخ المشكلة. تفضل. اقول وللأسف الشديد هذه الاسماء التي سردت لها لمشايخك على كثرتها ما في واحد منهم علمك أدلة فوقية الله من الكتاب والسنة، حتى أتيتني بقول لم يثبت عن أحمد. حكى جماعة عن أحمد أنه قال، حكى جماعة، وما أكثر ما يكذب على أحمد والروايات كثيرة جدا. حكى جماعة عن أحمد، من هم؟ من الذين حكوا؟ والمعروف من منهج أحمد بن حنبل رحمه الله هو إثبات صفات الله عز وجل، هو إثبات صفات الله، ولم يعرف عن أحمد الكلام عن المماسة وغير المماسة وهذه الطرق الكلامية التي أرجح أنها مكذوبة على أحمد بن حنبل رحمه الله. نعم. على كل حال لحظة بارك الله فيك.
النص طبعا يحتاج إلى مراجعة. نحن هذه مشكلة هؤلاء. لما سألناه عن المعتقد هل يعتقد ولا ما يعتقد، ما أجاب، قال الجواب يكون عند أحمد. يا أخي شو بدي أنا بأحمد الآن؟ يا أخي أنت قل لي نعم ولا لا. تفضل. هذه أدلة الفوقية. يقول الله عز وجل: من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه. قال البخاري قال مجاهد: يقال ذي المعارج الملائكة تعرج إلى الله، الملائكة تعرج إلى الله. وقال الطبري: يعني تصعد الملائكة والروح إلى الله عز وجل. والهاء في قوله إليه عائدة على اسم الله عز وجل، يؤكد على صحة هذا التفسير قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها. وقوله صلى الله عليه وسلم: وذكرهم الله في من عنده. وقيل لعائشة: برأك الله من فوق سبع سماوات. رواه أحمد والحاكم وصححه. وقول زينب: زوجني الله من فوق سبع سماوات، فوق سبع سماوات. والكلام واضح. وهذا رواه البخاري. وقول عمر رضي الله عنه في خولة بنت ثعلبة: هذه امرأة سمع الله شكواها من فوق سبع سماوات. وكذلك حديث معراج النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث صحيح مشهور، ما زال، وهو أنه ما زال يعرج بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى بلغ السماء السابعة. والحديث طويل معروف. وسئل ابن المبارك: كيف نعرف ربنا؟ قال: في السماء السابعة، وفي لفظ: فوق سبع سماوات على عرشه. ورواه البخاري في خلق أفعال العباد باب يريدون أن يبدلوا كلام الله. وقال الذهبي: هذا صحيح ثابت عن ابن المبارك. هذه أدلتنا. حضرت ما أجاب، قال: أنا أجيبك فيما ورد عن أحمد بن حنبل، فيما ورد عن أحمد بن حنبل. إذا كان هذا ثابت عن أحمد بن حنبل، فهل أنتم توافقون أحمد بن حنبل؟ أحمد بن حنبل يقول أن الله يتكلم بصوت، أن الله يتكلم بصوت، وخالفه الأشاعرة، خالفه الأشاعرة في ذلك. ما وافقوا أحمد بن حنبل؟ يا عمي أحمد بن حنبل هو من التزم أبو الحسن الأشعري بمذهبه، بعقيدته. هل تلتزمون عقيدة أحمد بن حنبل ولا أتيتم فقط من أجل أن تلزمون بشيء أنتم ما تلتزمونه؟ هذا الحارث المحاسبي يقول أن الله عز وجل فوق عرشه، واستدل بقوله تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب، ثم قال: فهذا يوجب أنه فوق العرش، لأنه أبان في هذه الآية أن ذاته بنفسه فوق عباده. هذا في كتاب فهم القرآن. وهذا البيهقي يقول: ومعنى قوله في هذه الأخبار: أأمنتم من في السماء، أي فوق السماء على العرش، كما نطق به الكتاب والسنة. وذكر، شوف، إذا قلت قال الله قال رسول الله، لا تقول هات المايك هات المايك حسبي الله. إذا كان حسبك الله، اسمع الأدلة من كتاب الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وكلام السلف ومن كلام العلماء المعتبرين عندك. البيهقي قال: أي فوق السماء على العرش، كما نطق به الكتاب والسنة. وذكر قول جهم أن الله مع كل شيء وفي كل شيء، ثم قال: كذب عدو الله، إن الله في السماء كما وصف نفسه، إن الله في السماء كما وصف نفسه. هذا كلام شو اسمه، كلام من كتاب الله ومن كلام النبي صلى الله عليه وسلم ومن كلام العلماء المعتبرين عندك. فماذا تريد الآن؟ ما الذي تريده؟ حرر لنا الكلام المنسوب إلى أحمد بن حنبل.
أنا للأسف الشديد الكتاب ليس عندي، الكتاب ليس عندي، ولا أعرف عن أحمد أنه يتكلم بهذه الطريقة. لم يلحق تغير ولا تبدل، ولا يلحق الحدوث قبل خلق العرش ولا بعد خلق العرش إلى آخره. وكان ينكر على من يقول إن الله في كل مكان بذاته، الأمكنة كلها محدودة إلى آخر ما يقول. نعم، فعلى كل حال يعني هذه العبارة، هذه الجملة التي أتيت بها، نعم هذه الجملة التي أتيت بها فيها ما يقبل وفيها ما لا يقبل، أثبته أنه من كلام أحمد. بل أقول لك، لحظة، نعم هذا كلام الأوزاعي: كنا والتابعون المتوافرون نقول إن الله عز وجل فوق عرشه، ونؤمن بما وردت به السنة من صفاته. نعم، فهذا الذي نقوله. اتفضل أنت حضرتك، بعدما ذكرنا لك الكتاب والسنة، أنت قل لنا الآن، أتقبل أن تقول، وهذا الكلام سوف يسجل عليك وأنا أسجل الآن، أتقبل أن تقول كما ذكر السلف الصالح، كما ذكر البيهقي، أن الله في سمائه على عرشه كما نطق به الكتاب والسنة؟ تقبل بهذا الكلام ولا ما تقبل؟ تفضل المايك معك. طريقتك ليست بطريقة محاور يا دكتور دمشقية. أنا ذكرت لك هذا النص من كتاب طبقات الحنابلة، وذكرت لك الجزء، وذكرت لك أنه من دار الكتب العلمية، طباعة دار الكتب العلمية، صحيفة 256. ثم هذا الكلام الذي ذكرته لك إن كنت لا تعلمه، فقد ذكره القاضي أبو يعلى في كتابه إبطال التأويلات وفي المسألتين والروايتين، وذكره أيضا عنه شرح أصول اعتقاد أهل السنة للحافظ اللالكائي، وذكره عنه ابن القيم الجوزية. أستغرب إن كان هذا عند ابن القيم الجوزية ولا تعرفه، وذكره عنه ابن تيمية في بيان تلبيس الجهمية أيضا، ذكر هذا النقل عن الإمام أحمد إن كان هذا يخفى عليك. والسند الذي ذكره في طبقات الحنابلة أسنده، أسند هذا الكلام ثم هو القاضي ابن القاضي أبي يعلى كذلك، ذكر عقيدته في هذا الكتاب، وذكر فيه هذا الاعتقاد الذي هو للإمام أحمد. وهذا نص واضح وصريح يا دكتور دمشقية، لما قال ولا الإمام أحمد ولا يجوز أن يقال استوى بمماسة ولا بمراقاة، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، والله تعالى لم يلحقه تغير ولا تبدل، ولا يلحقه الحدود قبل خلق العرش ولا بعد خلق العرش، وهو نص في مسألتنا أن الله لا يتبدل. وذكر ابن القيم في اجتماع جيوشه أو عساكر جيوشه، وكذلك الحافظ الذهبي في كتابه العلو عن قسم من السلف، أن الله لا يتغير ولا يتبدل ولا يزول ولا يحول، وذكر هذا أيضا عبد العزيز الكناني في كتاب الحيدة له. هذا أمر مشهور ومتواتر، وهذه العقيدة مذكورة في طياط أيضا كتاب ابن أبي يعلى، وفي عقيدة ابن أبي يعلى، وفي اعتقاد ابن أبي يعلى، وفي طبقات الحنابلة، وفي كتاب شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي الحافظ الشافعي، وكذلك ذكره الخلال، وذكره الخلال أيضا في سنة، هذا مشهور. لكن أنا ما أجبتني على التناقض الذي ذكرته للمعتصم بالنسبة لحديث كان الله ولم يكن شيء غيره، وكان الله ولم يكن شيء قبله، وكان الله ولم يكن شيء معه. لم تذكر لي هذا التناقض الذي لبست فيه على المعتصم لا هذا الكلام، وهذا في البخاري ثلاثتهم في صحيح البخاري. أما انتقاء ابن تيمية ولم يكن شيء قبله لحاجة في نفسي لا أتكلم فيها الآن، وهو قول بنوع أزلية العالم، لكن هو في كتابه بيان تلبيس الجهمية أقر أن الله لم يكن شيء معه، لحديث الترمذي الذي رواه عن طريق شيخه أحمد بن منيع لما سئل ابن رزين العقيل أين كان ربنا قبل أن يخلق السماوات والأرض، لما أو في رواية قبل أن يخلق، أين كان ربنا قبل أن يخلق العرش،
وفي رواية قبل أن يخلق العالم، وفي رواية قبل أن يخلق السماوات والأرض. أقر هناك ابن تيمية بتأويل الترمذي وشيخه بأن الله تعالى ولم يكن معه شيء، لا سحاب ولا غيب ولا عماء ولا نحو ذلك. أنت هنا تناقضت لما تكلمت معتصم، فأنا أريد بيان هذا التناقض الذي أنت حصل منك، هل عندك من جواب؟ وأما بالنسبة لعقيدة الإمام أحمد فهي مشهورة عنه بأن الله ليس بجسم، وأن الله ليس بمماس للعرش وليس له حد، فهو في شرح أصول اعتقاد أهل السنة كذلك موجود، وموجود عند ابن تيمية وعند ابن القيم وعند الذهبي. إن شئت أنقل لك النصوص على أن تسلم بعد ذلك بكلام الذي بينته وذكرته. ارجع إلى الكتب التي ذكرتها تجد كلامي منصوصا فيه من غير تبديل ولا تغيير. كتاب القاضي أبي يعلى إبطال التأويلات، وكتاب أبي حسين ابن أبي القاضي أبي يعلى أبي الحسين محمد ابن محمد ابن الحسين، وكتاب المسألتين والروايتين، وكتاب الحلال كذلك في سنته، وكذلك ذكره ابن تيمية، والكتاب بين يدي بيان تلبيس الجهمية، وهو في مختار سطر الصواعق لمحمد الموصلي الذي اختصر فيه كتاب الصواعق الكبير لابن القيم، وهو في اجتماع جيوشه أيضا أو اجتماع عساكره. فأنا أريد منك الجواب بالنسبة لمسألة كان الله ولم يكن شيء قبله، كان الله ولم يكن شيء معه، كان الله ولم يكن شيء غيره. كيف ابن تيمية اختار من الصحيح رواية فقط وضعف الروايتين كما في درء تعارض العقل والنقل؟ ومسألة معك حواري معك منفصل عن المعتصم، أريد أن أحاورك بأن الأشاعرة على معتقد صحيح في مسألة التفويض والتأويل. هذا حواري، هل أنت مستعد لهذا الحوار؟ هل أنت جاهز؟ إن كنت تظن بنفسك أنك على الحق، لما لا تحاول الآن دكتور دمشقية وأنت تتحدى الأشاعرة ومن قبلك الدكتور الذي كان قبلك ذم الأشاعرة وأخرجهم عن أهل السنة والجماعة؟ هل أنت جاهز للحوار بعد أن تجيبني عن تناقضك في المسألة التي ذكرتها والتي ذكرها ابن تيمية في بيان تلبيس الجهمية؟ إن شئت أقرأ لك النص من كتاب بيان تلبيس الجهمية في موضعين من كتابه لما اعترف بتأويل الترمذي وشيخه بأن الله كان ولم يكن شيء غيره. ألاقط لك، أجبني عن سؤالي ولنبدأ حواري معك فيما أريد في بيان صحيح اعتقادي الأشاعرة في مسألة التفويض والتأبير والتأويل، وأنه ثابت عن جمع كبير من السلف، لا كما يقول محمد صالح عثيمين في شرح العقيدة، ولا وكذلك في القواعد المثلى بأن أهل التوفيض هم جهال ومن شر أقوال أهل البدع، كما نقله هو وعبد الرزاق عفيفي ومحمد خليل العراس عن أبي العباس ابن تيمية من بعض كتبه في شرح العقيدة الواسطية وغيرها. هل أنت جاهز؟ ألاقط لك بعد أن تجبني. أنا جاهز لأحاور من تطلب منه أن ينوب عنك دكتور دمشقية بعد عجزك طبعا، وألاقط لك. هذا معروف عن الأشاعرة في التحكم وإعطاء النتائج. إذا كان دمشقية عندك متهرب، فماذا تحكي عن شيخك الذي ولا مدبرا ولم يعقب؟ ماذا تقول عن شيخك الذي ولا مدبرا ولم يعقب؟ عن صاحبك الذي أتيت لتسد ثغرة عنه؟ هذه ناحية. الناحية الثانية تقول أن ابن تيمية فضل لفظ ولم يكن شيء قبله لحاجة في نفسه. إيش حضرتك تحكم على ما في نفس ابن تيمية؟ ابن تيمية شيخ الإسلام، وقد وصفه الحافظ ابن حجر بأنه شيخ الإسلام. ولما تكلم الحافظ ابن حجر عن لفظ كان الله ولا مكان وهو الآن على ما عليه كان، قال هذه
العبارة الأخيرة، القسم الأخير هذا من العبارة لم يثبت، نبه على ذلك العلامة ابن تيمية. عارف كيف حضرتك؟ أيه. ليس بشيخك، هو شيخ الحافظ ابن حجر، هو شيخ الإسلام عند الحافظ المزي، هو شيخ الإسلام عند صاحبك عبد الوهاب الشعراني، هو شيخ الإسلام عند كثير من العلماء، من كبار العلماء الذين ابن الحافظ ابن حجر ما قال ذلك، بل قال ذلك، قال ذلك فيما نقله عنه السخاوي. لحظة بس نعطيك النص بما أنك لا تعترف بذلك. لحظة، بل هو شيخ، لحظة، الكواكب والدرر، أعتقد اسمه كواكب والدرر، لحظة بس، اسمعني، لا إله إلا الله، لحظة بس، خليك معي لحظة حتى أتيك بكلام، حتى أتيك بكلام الحافظ ابن حجر. عفوا عفوا، ليس الكواكب، الجواهر والدرر، في تقريض، تقريضات الحافظ ابن حجر، يقول: ومن ذلك ما كتب به على الرد الوافر على من زعم أن ابن تيمية شيخ الإسلام كافر لحافظ الشام ابن ناصر الدين. الآن يذكر كلام الحافظ ابن حجر، يقول: الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، وقفت على هذا التأليف النافع والمجموع الذي هو للمقاصد التي جمع لأجلها، أو جمع لأجلها جامع، فتخفقت ساعة اطلاع الإمام الذي صنفه وتضلعه في العلوم من العلوم النافعة بما عظمه بين العلماء وشرفه، وشهرة إمام الإمام الشيخ تقي الدين أشهر من الشمس، وتلقيبه بشيخ الإسلام في عصره باق إلى الآن على الألسنة الزكية. نعم، على الألسنة الزكية، ويستمر غدا كما كان بالأمس، ولا ينكر ذلك إلا من جهل مقداره أو تجنب الإنصاف مثل حضرتك، أو تجنب الإنصاف مما أكثر غلط من تعاطى ذلك وأكثر عثاره. فالله تعالى هو المسؤول أن يقينا شرور أنفسنا وحصائد ألسنتنا بمنه وفضله، ولو لم يكن من الدليل على إمامة هذا الرجل إلا ما نبه عليه الحافظ الشهير علم الدين البرزالي في تاريخه، أنه لم يوجد في الإسلام من اجتمع في جنازته لما مات ما اجتمع في جنازة الشيخ تقي الدين، وأشار إلى أن جنازة الإمام أحمد كانت حافلة جدا، إلى آخره إلى آخره. على كل حال يقول: ولقد قام على الشيخ تقي الدين جماعة من العلماء مرارا بسبب أشياء أنكروها عليه من الأصول الفروع، وعقدت له بسبب ذلك عدة مجالس بالقاهرة ودمشق، ولا يحفظ عن أحد منهم أنه أفتى بزندقته ولا حكم بسفك دمه، مع شدة المتعصبين عليه حينئذ من أهل الدولة، حتى حبس بالقاهرة من أهل الدولة. عرفت مين؟ من أهل الدولة. أي. أنت تقول ما لا تصفه بشيخ الإسلام، ليس بشيخك. طيب هو شيخ ابن حجر، هو شيخ ابن حجر، ابن حجر يصفه بشيخ الإسلام. يقول: ومن أعجب العجب أن هذا الرجل كان أعظم قياما على أهل البدع من الروافض والحلولية والاتحادية، وتصانيفه في ذلك مشهورة، وفتويه فيهم لا يدخل تحت الحصر، فيا قرة أعينهم، يعني الرافضة، إذا سمعوا تكفيره، ويا سرورهم إذا رأوا من يكفره من أهل العلم. هذا كلامه. فالذي يطلق عليه مع هذه الأشياء الكفر، أو على من سماه شيخ الإسلام، لا يلتفت إليه ولا يعول في هذا المقام عليه، ولا يعول، بل يجب ردعه عن ذلك إلى أن يراجع الحق ويذعن للصواب.
هذا ما قاله الحافظ ابن حجر، تقبل بذلك ولا لا؟ السيوطي وصفه بأنه شيخ الإسلام، من أنت؟ السيوطي يصفه بأنه شيخ الإسلام، من أنت؟ مين حضرتك؟ اي نعم. أما إبطال التأويلات، إبطال التأويلات، فأنت تعلم ما في إبطال التأويلات من الأسانيد التي لا تقبلها حضرتك، ومنها من هذه الأسانيد حديث الأطيط على ما أذكر، أطيط العرش، إلى غير ذلك مما أنت لا ترتضيه أصلا. ويا أكثر المكير، ما أكثر مما أنكر على القاضي ابن يعلى أو أبي يعلى فيما كتبه ورواه. أي نعم. لا، أنا ما عندي النص، أنا النص ليس عندي الآن وليس عندي كتب للأسف الشديد، أنا بحثت عن النص في الإنترنت لكن ليس عندي كتاب القاضي أبي يعلى الآن. أنا الآن في بريطانيا، ليس عندي مكتبة الآن. نعم. وتركيزك على نقل الأقوال هذا يحتاج منا إلى وقت، أنت أعطني النص ونحن نبحث النص، لا يلزم أن أجيبك الآن لأن المسألة متعلقة بالنصوص وأنا ما عندي نصوص الآن، عرفت كيف؟ فأنت أعطني النصوص وأنا أدرسها وأكلف من يتابعها ممن عنده مكتب من الإخوة، ما عندنا مشكل. يعني لا يلزم مني الآن أن أجيبك على النصوص التي تأتي بها، لكن ألزمك بشيء هربت منه. ذكرت لك أن السلف الصالح وصف الله بأنه على عرشه فوق خلقه، أما قولك بأن عقيدتك أن الله لا يتغير ولا يتبدل، من قال لك أننا نقول أن الله يتبدل؟ هل عندك الاعتقاد بأن الله استوى على عرشه معناه عندك أن الله يتبدل؟ أجبني لو سمحت. هل القول بأن الله على عرشه فوق سماواته، هل هذا عندك معناه أن الله يتبدل ويتغير؟ لماذا هذا الانحراف عندكم وتقولون نحن أهل السنة والجماعة؟ كان ينبغي حضرتك أن تجيب على السؤال ببساطة، هل تعتقد أن الله فوق عرشه؟ يعني إذا قلت أنك لا تقبل بهذا لما يلزم منه من التغير والتبدل، إذا كل السلف الصالح الذين أثبتوا لله أنه فوق عرشه أثبتوا له التبدل والتغير، تقبل بذلك ولا لا؟ تقبل بذلك ولا ما تقبل بذلك؟ ثم المناظرة، ما أستطيع أعمل مناظرة الآن، تريد غدا بعد غد نحدد يوم آخر، أنا صار لي ما يقارب 4 ساعات الآن، صاحبك هرب، صاحبك قد هرب، وأنا صار لي 4 ساعات تقريبا بشكل متواصل، يعني ما أستطيع. تريد غدا بعد غد أو الأسبوع القادم أعطينا نصوص ونعمل مناظرة على النصوص التي تأتينا بها، هات النصوص وأنا على الرأس والعين أدرسها وتكون مناظرة حول هذه النصوص على الرأس والعين، ما عندي مشكلة أبدا، ما في مشكلة. شوف يا أخ داني، الأصل في الحوار أن يكون علميا كما قال حتى الأخ المعتصم، ليست مغالبة، المهم أن يعرف الحق. حضرتك عندك نصوص على الرأس والعين، أعطيني النصوص، قل قال كذا وكذا، ضع لي النصوص بين قوسين حتى أعرف أن هذا كلام ابن تيمية وأنا أقبل منك ما تقوله. أما عن مسألة تضعيف ابن تيمية للروايات وكذا، أعطني نصوص، والله أنا ما عندي علم عن ذلك، وأنا ما دلست، أنا ما دلست، وأنا ذكرت أن هذه الروايات صحيحة وأنها ثابتة، ما قلت أن يعني ما ضعفت شيء من الروايات ولا دلست، قلت أن الحديث روي بألفاظ مختلفة في مجلس واحد، فلا بد أن يكون أحد هذه الألفاظ روي بالنص والرواية الأخرى روته بالمعنى بس. والأقرب إلى ذلك مش لحاجة في نفس ابن تيمية، لا، لأن القول ولم يكن قبله شيء هو الأوفق للصواب والأقرب إلى الأحاديث الأخرى التي يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم أنت الأول فليس قبلك شيء، مش لحاجة في نفس ابن تيمية. نعم. على كل حال، ما هو سؤالك؟ ما هو سؤالك الآن؟ تفضل خذ المايك أجبنا، ما هو سؤالك حتى نجيبك عنه؟ تفضل المايك معك. أولا دكتور دمشقية، إن أردت أن تتكلم عن قواعد الجرح والتعديل فكيف أنت
تتكلم عن الكلام الذي ورد عن الإمام أحمد بن حنبل بأن هذا الكلام ما أظنه يصح ما أظنه يصح عنه. علم الدين ليس بالرأي والتشهي كما تعلم، بل هو إما سند متصل وإما منقطع وإما معطل وإما معنعن وإما مدلس ونحو ذلك. أما أن تقول ما أظنه يثبت عنه، هذا كلام، هذا بالرأي، وهذا لا يجوز أن تقول عن قول إمام نقل عنه كلام أو ثبت عنه، لأن هذا السند ذكره بالإسناد المتصل في طبقات الحنابلة، وذكره ابن القيم عنه أيضا في اجتماع جيوشه مكتبة دار الكتب العلمية. فليس لك أن تقول لا أظنه يصح عن الإمام أحمد. الدين ليس بالرأي كما تعلم وكما هو ثابت، بل الدين أو العلم قال الله وقال الرسول وما جاء عن السلف كما ثبت في الحديث الذي في صحيح مسلم وغيره، خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، الحديث الصحيح الثابت عند سيدنا مسلم بن الحجاج وعند غيره. الحاصل أنت لما تكلمت مع المعتصم في مسألة كان الله ولم يكن شيء غيره، لما ابتدأت معه في حديث أهل اليمن الذي هو في البخاري وعند البيهق وعند البيهقي في الأسماء والصفات وعند ابن الجارود في المنطقة وعند غيرهم، ذكرت الروايات ثم قلت بأن هذه الرواية هي الرواية الصحيحة، وهذا هو عين كلام ابن تيمية، ضعف الروايتين وأثبت بأنه كان الله ولم يكن شيء قبله. ثم هو في كتاب بيان التلبيس الجهمية يثبت هذه الرواية ويستحسن التأويل فيها بأن الله كان الله ولم يكن شيء معه. إن شئت نكمل غدا إن شاء الله، وبعد غد أتكلم معك في الاستواء وبما تريد، لأني كما كذلك عند الربو ومريض، يعني أخذ الدواء. من طريق عمران بن حصين ولم يضعف هذه الروايات، وإلا نقتضى على مذهبكم أن تقولوا كذلك في صحيح البخاري ما هو مجذوب الموضوع، وهذا ما لا تقولون به. وإن كان في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم كما قال ابن القيم وكما قال كذلك الحافظ ابن تيمية نفسه بأن فيه أشياء غلط كحديث التربة يوم السبت وغير ذلك، ألاقط لك، نحدد موعدا غدا إن شئت ألاقط لك. أما بالنسبة للتفويض فخذ مني الآن كرت أبيض، متى ما تريد المناظرة حول التفويض فأهلا وسهلا، لكن إذا كنت تريد المناظرة حول التأويل والتفويض نود أن نذكرك بأن الأشاعرة مختلفون فيما بينهم حول التفويض والتأويل، فمنهم من يضلل طريقة التأويل ومنهم من يضلل طريقة التجهيل، حتى ألزم القشيري المفوض بأنه
ينسب إلى رسول الله الجهل. اي نعم، لا تنسى هذا خلاف عقائدي فيما بينكم. فهذا أحببنا أن نبين للناس أن الأشاعرة ليسوا فرقة واحدة، وإنما هم فرقتان، أشاعرة مفوضة وأشاعرة مؤولة، والماتريدية ينقسمون إلى ماتريدية مفوضة وماتريدية مؤولة. هذه معلومة جديدة حتى، لأن الناس ما يظنون أن الأشاعرة شيء واحد، لا، بل عندهم اختلاف وتباين كثير جدا، وهذا ليس موضعه. أما قولك بأنني أقول ما أظن أن هذا من كلام أحمد بن حنبل، أنا أقول أنت المطالب بأن تسنده وتبين إن كان صحيحا. اتهمتني بأنني يعني بالظن أضاعف كلام أحمد، أنت ما أتيت بالإسناد حتى نبحث عن الإسناد وننظر هل فعلا ثبت عن أحمد بن حنبل ولا لا. هات الإسناد ونحن نفحص الإسناد وننظر إليه. اي نعم. أما إذا كان هذا منكر عندك فأنا أعجب منك أن تتعامل معي بما لا تتعامل فيه مع شيخك الرازي الذي قال عن حديث الدجال إن الدجال أعور العين وإن الله ليس بأعور، قال إنه من البعد أن يصدر مثل هذا الكلام عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في أساس التقديس صفحة 159، وزعم أن رواية حتى يضع الرب رجله رواية ضعيفة، وهذا جهل من الرازي للأسف. نعم. كذلك الجويني يزعم أن الحشوية تتمسك بقوله بحديث إن الله خلق آدم على صورته، وزعم أن هذا الحديث غير مدون في الصحاح مع أن الحديث في البخاري ومسلم، وزعم أن حديث النزول ليس بمتواتر بل وباطل، وأنه لو أضرب الجويني عن جميع أخبار الأحاد وعدم اعتبارها لكان سائغا، ثم رد حديث الإيمان 74 شعبة وزعم أنه مؤول لأنه من الأحاد. فلو سمحت أرجو أن لا يعني تستعمل، أن لا تظهر الناس بمظهرين، هؤلاء كبار مشايخك ولا يعرفون صحة هذه الأحاديث، فلا تنكر علينا إذا قلنا أن هذا الكلام مستبعد من أحمد، هذا كلام مستبعد من أحمد بن حنبل. على كل حال نحن سوف نتناول هذا الموضوع بالطرق العلمية. أنت لما تأتينا بنص إما أن يكون النص عندي جاهز يعني الرد عليه، أو أقول لك اعذرني أعطني وقت وأنا أراجع النص، وهذا لا حرج فيه لأن القضية ليست مغالبة، القضية قضية علم. نعم، هذه ناحية. فأنا أعود وأقول لك أن ابن تيمية رحمه الله رجح رواية قبله على رواية الأخرى. أما التضعيف أعطيني النص حتى أنظر فيما نقلته عنه، حتى أنظر فيما نقلته عنه. بارك الله فيك. وبالمناسبة أنا يعجبني الحوار معك، أنت يظهر أنك رجل صاحب علم وعندك أدلتك، وأنا يناسبني هذا النوع من الناس جدا جدا جدا. وإن شاء الله إذا أردت أن تكون هناك مناظرة بعد مراجعة النصوص التي تذكرها، أرجو أن تعطيها للأخ أسد الهاشمي النصوص التي تنقلها عن ابن تيمية، لأن إذا كان كلام عقائدي فالدليل عندي واضح. أما إذا قلت قال فلان، طيب أنا شو عرفني، أنا ما عندي كتب، ما عندي مكتبة، أنا الآن مسافر سفر طويل وفي أوروبا، أنا لست في عادة أكون في مكتبتي عند المناظرة، لكن للأسف عندي وضع الآن وأنا مسافر. هذه ناحية. الناحية الأخرى، بارك الله فيك يا الأخ داني أعتقد داني، نعم، لم تجب حتى الآن. هل تعتقد أن الله على عرشه فوق سماواته؟ ما أجبت. كم أعطيناك؟ حصلنا ساعة، ساعة ونص الآن أنا وياك، أو ساعة، صارنا ساعة حتى الآن، أنت ما أجبت على السؤال، وأعتقد لن أعطيك المجال أكثر. ما في صوت؟ في صوت يا إخوان؟ في صوت يا إخوان؟ أوه، no voice؟ كيف ما في voice؟ في صوت الآن يا إخوان؟